بمحطتنا هلأ مع تانيا. تانيا سمحت لنا أنه نختلف نتخانق حتى يمكن، بس كله ضمن الاحترام. خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور، وينعاد عليك وعلى المشاهدين جميعا. إن شاء الله يا رب الخير والصحة دائما. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. عادة الأعياد بتذكرنا، الحلو بالأعياد أنا بتذكرنا بطبيعتنا الطيبة كناس، وبنصير بدنا نهدي وبدنا نوزع للفقراء ونساعد، لأن هاي طبيعة حلوة فينا. أوقات بننسيها. إيه أوقات بننسيها. أوقات كتير. منيح اللي العيد بالمطلق لمين ما كان العيد إجمالا هاي رسالته، يعني ذكرنا بالأشياء الحلوة فينا. وبنفس الإطار اليوم بدنا نحكي عن كيف نختلف بس بطريقة الأشياء الحلوة اللي عنا إياها. يعني فينا نختلف كل يوم طبيعي، أكيد بنختلف مع بعضنا، أكيد بنختلف بالأراء، بالمواقف السياسية، بالقيم بنختلف، بمواجهة الأمور، بمقاربة الحياة. أمر كتير طبيعي أنه نختلف بالرأي. المشكلة أنه خاصة عم نشوفها اليوم، خاصة آخر كم يوم شفنا عبر السوشيال ميديا كيف الأمور فيها دغري تطلع من اليدين من وراء تعبير عن اختلاف بالرأي بشكل كتير مسيء وسيء. كتير السوشيال ميديا عم تلعب دور انه تسمح لنا لانه مخبيين نحن صح نخبص بالتعبير عن رأينا. وحتى بحياتنا الخاصة يعني بنكون عم نحكي مثلا تنقول بالسياسة، عم نحكي بالدين، عم نحكي بالقيم، بالبدك اذا اختلفنا في يركب مشكل كتير كبير معنا. وما بننتبه اوقات ليش، ومنحس الادرينالين طلع بجسمنا وحياتنا الجلسه بشعه وقعدتنا بشعه، ما استفدنا شيء وما فدنا شيء، وتخنقنا يمكن مع الاخر ما بقى نحكي معه. ليه؟ فينا نختلف، حلو نختلف، الاختلاف غنى، الاختلاف بيوسع لي وجهه نظري قبل ما يقول لي انه الثاني صح ام غلط، الاختلاف بقدر استغله لصالحي. بس كيف نختلف؟ فينا نختلف بطريقه كلها احترام مع الراي المختلف لنا. كيف؟ أول شيء لما حدا بيعبر لنا عن رأيه ما تاخذوها شخصية، عم بيعبر عن رأي بموضوع ما، مش عم بيعبر عن كل كائنه البشري وكيف كل حياته عايشها وكل شيء بحياته. يعني بدنا نفصل الرأي بموقف عن الشخص. صح، بدنا نتعلم نفصلهم. وما عم بيهجم عليك برأيه المخالف لرأيك، حتى لو ظاهريا يمكن الآخر ما عنده تقنية تواصل، مبين من حديثه أنه هاجم علي بالتعبير عن رأيه. منه هاجم على شخصك، هاجم حتى لو هاجم هالآخر برأيه، هاجم على رأيك. وهودي اثنين منفصلين عن كل كائنك وكل كائن هالكيان الكامل المتكامل تبعك والهوية تبعك اللي هي منوعة وفيها عدة طبقات. وبالتالي عن جد من أول شيء بدنا نعمله لما منحس إنه حدا عم بيستفزني هاجم علي برأيه، ذكر حالي هاجم على رأيي مش علي، وعم بيعبر عن رأيه. أنا بختلفة عن رأيه بهالموضوع هيدا بالذات، مش مختلفة معه كله كامل متكامل من أصله. لما بذكر حالي بهالموضوع دغري بلا ما انتبه بروق بتنزل نسبة التعصيب تبعي، لأنه لما بدي اتناقش بموضوع الآخر مختلف كليا معي أول شيء بيطلع خلقي طبيعي طبعا. يطلع خلقي بدي سيطر عليه لأقدر سيطر على حججي. إذا خصوصا إذا حسينا أنه الرأي كأنه واحد بده يفرضه. صحيح، أنه بدك تقتنع أنه هيدا. صحيح، هيدا أسود. مزبوط. طب مش أسود. أسود يعني. بدي لقي الطريقة الذكية أنه قل له أنه مش أسود. على القليل يا خي من وجهة نظري، يمكن وجهة نظر ستة سبعة حوالي كمان، بس على القليل من وجهة نظري أنت يمكن شايفه أسود، أنا مش شايفه أسود. لهالسبب الشغلة الثانية اللي كتير مهمة نعملها بالاختلاف باحترام مع الآخر هو أنه نستعمل الأنا بالحديث مع الآخر، يعني كيف أنا بشوف الأمور. حتى لو الآخر عم بيقول لي أنت رأيك الغلط، عم بيتهمني بإصبع اتهام غير مرئي، لما بدي أعبر أنا عن رأيي ما قال له لا ما أنتو ما أنت أنت، بدي أطلع من لعبة الأنتو والأنا، لأنه مثل ما استفزتني هالأنت مع هيك رح تستفز الآخر. وإذا أنا بدي ألعب لعبة تهدئة اختلاف الرأي بدل ما اقول انتو بقول انا برايي، يعني بامور حتى بسيطه. يعني اذا عم بقول له لابني كل يوم ما بترتب غراضك رتب غراضك هلا انه وطلع خلقه مني ابني، بدل ما يقول لي انه فلقتوني كل يوم بتطلبوا مني حلوا عني ما قال جليدي، بدل ما يحكيني بهالطريقه في يقول عن جد عندي درس كتير اليوم، ولما بس عم تحكوني هيك عن جد عندي ضغط، ما عليه اذا عملتهم بكره بدل اليوم.
بيكون قلب بلا ما أشعر هالاتهام المتبادل وعطى خيار جديد أكيد. وبالتالي استعملوا لغة الأنا لما عم تعبروا برأيي يلي عم بتقوله بيتعارض مع واحد اثنين ثلاثة برأيي من وجهة نظري بشوف انه يمكن هاي وجهة نظرك ولكن من وجهة نظري واحد اثنين ثلاثة بكون عم ناقش بموضوعية عم ناقش بوعي كامل بدماغي وعم دير الحديث لما يعود اتهام يمكن يكمل بعد هو عم يتهم انا دايما بدي اسحبه من الاتهام للآخر هاي اذا بدي اختلف بشكل بناء مع الآخر. كتير مهم كمان غادة انه ما نقلل من احترام الرأي الآخر قد مهما اختلفنا أكيد مهما أكيد. بيّن بالنتيجة واحد كمان مبسوط برأيه ومبسوط فيه مهما بيّن رأي الآخر غير منطقي بشيع حتى عنصري قد ما اختلف حتى إذا عم نحكي عن مواضيع مأزية يعني تتناقض مع كل حقوق الإنسان مثل العنصرية مثل الجندرية مثل 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 نتجنب إهانة يلي عم بيقوله كيف فينا نتجنب إهانة الشخص إهانته لفظيا أو بطريقة تعاطية معه بدي أذكر حالي دايما لما بكون مستفزة بهاللحظة لأنه عن جد بكون مستفزة بيكون واحد رايح الأعصاب إيه يعني بيطلع يمكن عبالي قله للي بوجه يعني شو هالكلام البلا طعم اللي عم بتقوله يمكن أو أنه شو هالرأي الغير منطقي بدي أقوله أو يمكن أضرب أنا إحنا هلأ بأبسط الأمور صح عم نقول بطريقة اللبقة يلي معقول يكون عبالي قوله للآخر بس يكون عم بيستفزني لهالدرجة أول شيء ما أقولهم طبيعي بس كيف ساعد حالي هدي هالردة الفعل يلي عم تطلع فيه وهي طبيعي تطلع لما أستفز بدي أذكر أنه الآخر لو مهما قال لو مهما عمل انطلاقته من قناعات وقناعاته بالنسبة للي شايفها يا مبنية عن خبرة يا مبنية عن تربية يا مبنية عن بيئة يا مبنية عن ثقافة لأنه كلنا منتج ثقافاتنا ومجتمعاتنا وشو شايفين بحياتنا وخبراتنا بالحياة ما في حدا هيك خام بيجي بيقرر أنا بدي يكون واحد اثنين ثلاثة نحنا نتيجة وبالتالي هالآخر يلي أنا كتير مختلفة معه بالوقت الحاضر وكتير عبالي قله كده منطلق من شي بالنسبة له بيشعروا بالأمان أنا ضده كلياً لهالشي بس بدي أتذكر لمهين لحتى لما بدي جاوبه جاوب من هالمنطلق أنه الإنسان طيب بطبيعته مهما بيّن سيء أو مسيء يلي عم بيقوله منطلق من شي بيريحه بيشعروا بالأمان من خبرة سيئة يمكن عاشة كتير من وجع وقت الواحد بيكون موجوع غادة وقت بفلت حكي مش طبيعي وهجومي على الآخر بدي أذكر حالي أنه يمكن منطلق من هون هيدا الشيء بيساعدني اني اخذ نفس عميق وما هين الاخر لانه الاهانه ما بتودي الا للخراب ما حدا بحب لا اكيد بنكون بافكار وباراء بنكون بشيء بيصير بشيء صحيح ثاني شيء يعني نركز على الموضوع برجع بنرجع للنقطه الاولى مش على الشخص الاخر كثير مهم كمان انه نعمل مجهود لانه اجمالا المجهود صعب نعمله بهيك مواقف نسمع عن جد لوجهه نظر الاخر أوقات عندي نظام دفاعي بديني ما بدي أسمع له لو مهما قال بطل أسمع وكمان بتصير أوقات لا شعوريا عن جد ما بدي أسمع له لأنه أنا منطلقة أنه قال كلمة أول شيء وقفت عنده أنا وخلص ما بقى بدي أسمع له ولو شو ما قال ما بقى عم بسمع غير هالجملة اللي قالها أول شيء بدنا نعمل مجهود إذا بدنا نتناقش بشكل بناء إن كان على السوشيال ميديا وإن كان بالحياة العادية نسمع عن جد للرأي الآخر ونشوف ما قيل وما هو مخبأ خلف الكلام لأنه أوقات منقول مش أوقات 99% منقول ربع يلي عم نفكر فيه الكلام أضيق من فكرنا فكرنا أوسع من الكلمات بدي أعمل هالمجهود بدي شد على حالي إيه إذا هدفي برجع بقول أعمل نقاش بناء باختلاف الرأي طبعا مش هدفي نتفق فينا ما نتفق أبدا بنهاية الحديث بس على القليل نكون حسينا حالنا كل واحد عطى رأيه صحيح عبرنا باحترام حافظنا على العلاقة مع الآخر وكان جدلنا أو جدليتنا منطقية وبناءة فينا ننتهي مثل ما بلشنا أنت هونيك وأنا هون ما اتفقنا على شيء ولكن بالنص ما قطعنا بإهانة ما قطعنا بقلة احترام ما قطعنا وبالتالي اسمعوا لوجهة نظر الآخر أوقات رح تستغربوا أوقات كتير لما بنسمع لهم نكتشف أنه في نقاط عندهم حق فيها تمام
حتى لو ما بدنا ما بدنا ما بدنا بس نكتشف انه على القليل يمكن بس منضل ما بدنا كما نتنازل انه نحن العمق شو بيقولوا الكرامة الشخصية للموقف يعني بس على القليل بيني وبين حالي بكتشف انه في نقاط يمكن انا جواتي بتفق معه فيها واذا عندي الشجاعة وقول انه بتفق معك على هالنقطة ولكن بختلف على 1 2 3 4 الباقي بكون عن جد طلعت مستوى النقاش لانه إذا بعبر عن احترامي لها على القليل فكرة إذا لقيتها عن جد محترمة أو فهمت شو المخبى وراها رح اتفاجأ قديش حديث الآخر بغير كليا لأنه كلنا بس نشعر أنه فهمنا منرتاح منكمل حديث منطلع بمستوى حديثنا منطلع بالمستوى الأخلاقي تبع حديثنا وبالتالي لما بيكون عندي الشجاعة عبر أنه سمعت لك مزبوط وبوافقك على هالنقطة بس ما بوافقك على الآخر أو بوافقك بجزء منه أو بوافقك عليها بس كل اللي قلته حواليها ما بوافقك عليه أو أكثر أوقات بنقاش أنا بقول لهم مضمون فكرتك كتير جيد بس أسلوبك كتير سيء بختلف أنا وياك فيه بالنسبة لإلي سيء بختلف فيه لأنه بشعر فيه بإهانة بس مضمونك ياريت تحطه بغير طريقة حتى لما بقول هيك هذا بتتفاجأ كيف بيطلع مستوى الحديث ومستوى النقاش فإذا خلينا نصغي للآخر جيدا وأكيد أكيد 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 بأي نقاش أنا مختلفة فيه مع الآخر وهي صعبة كتير مهم حافظ على الهدوء كيف أنا وقت بساعد حالي حافظ على الهدوء هي لما أول شيء بطول لجاوب خاصة عبر السوشيال ميديا مش دغري لجاوب بطول بطول يعني بقعد بفكر إذا جاوبت هيك معقول يكون عم بأذي بهالطريقة إذا بجاوبت هيك معقول يكون أنا أنأذى بهالطريقة طول بياخد راحتي بياخد وقتي لجوجة الأفكار براسي لرد بهداوة لأنه الهداوة بتعدي يعني تبهي مش برادة مش إنه حدا خاصة إذا عم تحكي وجه بوجه أنت وحدا مش إنه صير بارد إنه عمل له هيدو لا هيدول بيستفزوا أكتر بس بهداوي يعني جوابي لما بدي اقوله ما يكون بحدية صوت 100 مرة قبل ما يطلع الجواب اكيد ويكون عن جد شغلي على مضمون جوابي على نقاشي على النقطة اللي بدي جاوب عليها عم بركز عليها يعني اذا بدكم العبوا دور الراشد بالحوار يعني تخيلوا حالكم عم تحكوا مع حدا صغير معصب وانتم الراشد انتم اللي بدكم تستوعبوا حتى لو كنتوا عم تحكوا مع راشد لانه حتى لو كنا راشدين اوقات نتحاور بطريقة ولدية بطريقة ما بتفكر أبعد من منخارة للأسف بتصير فإذا إذا بدكم تناقشوا بشكل عن جد حتى لو اختلفتوا تختلفوا بشكل بناء لعبوا دور الراشد بهالنقاش كون أنت اللي عم تستوعب أنت اللي عم تضبط أعصابك هالأوقات قد ما جرب إلا ما يطلع عصبي شوي طبيعي مش الحال يعني كتير طبيعي ما حدا قديس وما حدا معصوم عن أنه يطلع خلقه 100% إلا إذا اشتغلنا عن جد سنين على حالنا وكمان ممكن بس بالمطلق فينا من اليوم ناخد هيدا القرار انه انا لما بدي اتناقش بهداوة وبمنطق وبمحبة للآخر وبتركيز على الموضوع مش على شخص الآخر يعطيك العافية الله يعافيك بهدوء تفضلي فرجنا عرضك حبيت وقبلت بكتير هدوء مرسي تانيا اكيد ما اشوفك اسبوع الجاي أكيد. الله راد خليكم معنا مشاهدينا بريك ونرجع من تاني